فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: مبلغ من المال أدخل في التجارة وحصل على ربح، هل الزكاة؟ مبلغ من المال أدخل في التجارة وحصل له ربح، هل الزكاة على رأس المال أو على رأسه مع الربح؟ مع الربح، لازم الربح تابع لرأس المال، نتاج السائمة وربح التجارة يتبع الأصل، تزكيه معه. نعم.